حياكم الله. واقفكم ان شاء الله بخير. شلونكم يا اهلا بكم؟ شلونكم؟ جميل ان شاء الله. الحمد لله. واقفكم وين تخلصون ان شاء الله؟ والله عندنا اريدك تعمل لي طلب اسمه من الطريق هذا ان شاء الله، فتح الطريق المؤدي الى الشارع العام ان شاء الله. زين، حصر منطقه يعني حصر منطقه الى بهدله فرجوا علي صحيح. شلون امورك؟ ان شاء الله. السلام عليكم. وهسه انت مثلا من تفوت على منطقتكم وتروح على مناطق اخرى، نوبات الضار هنا يعتبر لا شيء. احنا خفيفه بس معاناه. احنا بالنسبه لنا قبل ثلاث ايام تاجرنا مويه. هاي المشروع يوم نعالج الله. 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 نعالج الله